ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوفين أيمن الفطايري ومروان أشقر في جرم قتل الجندي جاد البعيني وإصابة شقيقه وشخص آخر بإطلاق النار عليهم من أسلحة حربية غير مرخصة ومحاولة قتل آخرين إثر إشكال حصل في بلدة بقعاتة في الشوف، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة.